كشف رئيس الوزراء معين عبد الملك عن معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي الهجوم على مطار عدن، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية للتحقيقات تشير إلى وقوف ميليشيا الحوثي وراء هذا الهجوم الذي نفذ بصواريخ موجهة. وشدد عبد الملك خلال أول اجتماع للحكومة بعدن على ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار إلى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح ودون مواربة. طبعا المؤشرات الأولية للتحقيقات أن ميليشيات الحوثي الإرهابية هي من يقف وراء هذا الحادث الإجرامي. يمكن الحديث الآن عن موضوع قذائف هاون أو متفجرات أصبح من الماضي، واضح أنها صواريخ موجهة. معلومات أيضا الاستخباراتية والأمنية أن هناك خبراء إيرانيين كانوا خلال الأشهر الماضية يعدوا لمثل هذه الأعمال. عندما نتكلم عن الحوثي نتكلم عن إيران ومشروعات تخريبية المنطقة.